جاء صلاح جاهين وأمل دنقل ونجيب سرور وكل كتاب وفناني مصر والممثلات العظيمات المنظمات زي مين؟ زي اللهم صل على محمد نعيمة وصل العظيمة. انا ناخد منك الموبايل ده عم خد عم غزال ال مع الرحمة محسنة تنفيق ونعيمة وصلي وعطيات الأبنودي وكل النظام اللي هنا وهنا كان مركز تجمع البني ادمين اللي كان الوطن ايامها كحل عين يعني. كان الوطن اياميها كحل عين. امال دلوقتي ايه؟ لا لا تراب الرجلين. تراب الرجلين مع الاسف الشديد. وكانت الدنيا بتبرق هنا من حي ده حي ده فرنج. انا كل حواليا دول كانوا اجانب يمنيين وايه؟ وكانوا شديد الوطنيه. يعني الاجانب؟ الاجانب شديد الوطنيه والله. بعضهم لهم امثله في الحرب يعني. وفي الموقع ده كان لما خلص اقول له مين؟ ايامها كانت السويس في زهو. هو بيصور في المكتب حاليا. هو مصر كلها بتاعت عندها المعهد العالي اقول له مين حضرتك؟ يعني بيطلع كوادر دي فتره الستينات يا مغزال؟ من الخمسينات والسويس بتتوهج لان اول حركه نقابيه كبيره طلعت من السويس. كل الاعمال النظاميه المشاركات السعوديه كانت في السويس يعني. عم غزال انت جيت من الصعيد سنه كام ولا احكي لي؟ انا حدوته برضه. انا عاوز اعرف. وانا الوالد انا الوالده مواليد السويس. الوالده مواليد السويس؟ والدي من ابنود. من ابنود. والدي كان جاي يتعلم في الازهر ففشل. اشتغل برضه في السياسه فطردوه فكان بيرجع الصعيد. جاله ولاد عمامه هنا ولاد عمامه هم اللي عملوا الجناين كلها في الدار الارض. فأنا رحت اتولدت على اعتبار ان المولود الاول فلازم ده يتولد في بيت الاسره في ابنه. وجئت من هناك في ال 14 وال 15 يوم يعني. يعني اتولدت في ابنود وعشت في السويس. عشت في السويس انا ما شفتش البلاد دي الا بعد سن يعني رحت هنا دي اول مره وانا بلعب رياضه يعني وبعدين ما شفتش ابنود الا بعد ما كان سني الثلاثينات يعني. طيب يعني انت ما عشتش في ابنود. طب امال انت خدت الصعيديه دي منين؟ من الاب والام وهنا هنا في قسم كبير قوي. من الصعيد ابنود. ابنود ابنود بالكامل. كل الفجار والخضار والمزارعين هنا لما تنزل في اي حته بس مش متضايق كده يقول انا ابنود. تلاقي مليون حد حواليك. 1000 حواليك. في السويس الجزء بتاع الجنايه لغايه الاسماعيليه كلهم ابنود. نقلت لك الاب والام بقى نقل لك ابنود هنا بكل تراثهم يعني تراث الصعيدي هنا. بس ما ظهرش الكلام ده في شعرك يا عم غزال يعني. هنا البيئه البحريه هنا اللي ظهرت اكتر. لا خدك هيظهر البيئه البحريه دي. ايوه كلام خلص من زمان. عاوزين نعرف بقى. انا بقى اللي دورت عليه بعد ما يعني ما اشتغلت في الفن. وكان انا اشتغلت صدفه يعني انتشاري فوق الصدفه. لأن أنا كنت عندي حاجات كتير قوي كانت بتشغلني عن إن أنا أبقى معلم وأشتغل شعر ولا إيه. إنما قربت قوي في الحرب على اعتبار إن الشعر والأدب والحراسة اللي كنت بملكها والسلاح من الأسلحة اللازمة للحرب وقتها. قبل ما أخش في المنطقة دي نعم. إيه بقى المهارات اللي كانت مخلياك في حاجات كتير؟ يعني أنا كنت أعرف إن أنت رجل كمال أجسام ويعني أنا أحكي لي عن حكاية. أنا والله خد بالك يا أستاذ أنا من مواليد العشرينات 28 مواليد ومولود في أقدم حتة في السويس اللي هي السويس القديمة يعني الحي الغريب. وفي السنين دي كان النضال والحركة الوطنية يعني في أوجها في المشدات مع الحكام الانجليزي. كانت السويس بلد مختلف يعني المصريين كانوا اخبيه فيه وما كانش في شغل ولا في حاجه بعديها غنى الا وهي مع الانجليزي. وانا في طفولتي زي اولاد حبيتي يعني كنا بنرمي انه يبقى لنا مكان يعني في البلد دي زي الاجانب. الانديه ليهم والافراح ليهم والاعياد ليهم والفسح ليهم وايه واحنا طبعا كل حاجه للاجانب والمصريين مالهمش يعني. في كل قناه السويس طبعا. وهنا واحنا صغيرين كنا طموحاتنا ان احنا يبقى لنا حاجه يعني مكان قدم. وبالتالي بالصدفه برضه المحضه احنا كنا ايه عندنا في الحته بتاعتنا ثلاث احزاب
والثلاث احزاب وقتها كانوا ثوريين، لان كانت حركه وطنيه ولا في مواجهه الاحتلال للوفد والاخوان المسلمين والحزب الاشتراكي. الثلاث دول الثلاث تجمعات اللي كانوا اللي كانت حتتنا احنا، كانت الاحزاب كلها ممثله هنا، ودول كانوا بيطلعوا ميكروفونات بعد صلاه العشاء ابتدوا يتكلموا في الوطنيه. واحنا كنا في سن يعني في سن الالزامي يعني كان زالت علينا بقى مواهب عاوزين نتكلم يعني ونخطب زي الناس الكبار دول، وكنا زجالين يعني مجموعه نمسك كانت دول الميكروفون، حبنا للميكروفون فرض علينا ان احنا نقرا بقى، وهم كانوا يمهدونا يدونا حاجات نقراها واحنا نتابع المنشورات. كان في جورنال مصر ده جورنال هايل، جورنال اسمه السوادي. السوادي ده كان بيصدر في السويس ولا لا؟ في مصر. بيصدر في مصر كبير. ده كان بيطلع بالعدد 80 صفحه. وفي بقى مجموعات من الفنون والدراسات اللي كانت تهمنا وقتها، فكنا بننهم منها لانها كانت اداه تفوق عشان نتكلم في الميكروفونات ونخطب ونقاوم الانجليز وكده. والانجليز كانوا متمكنين من كل البلد، فما فيش اي فرصه الا من خلالهم يا تبقى معاهم يا تشتغل عندهم. احنا كنا بنشتغل عندهم يعني احنا اللي مخبرنا، ما كانش في شغل عند المصريين يعني الشركات الكبيره الذات العظيمه اللي كانت قاعده تبقى فورمال الاسم والصفه اللي مش عاوزينك في حاجات كده. في السنين دي كان التعلم ضروره، العلم ضروره، ما كانتش بقى ضروره انك تشتغل بقى يعني معاك معاهم، كانت الاولاد ما تسويش ولا حاجه. انا في الفتره دي كانت بقى ان انا برسم وعندي كده بس مبين، كنت بلعب رياضه، كنت بلعب جمباز ارضي. جمباز في الارض. وبعدين مفيش عندنا مدرسين، كان عارف زمان قبل معهد التربيه الرياضيه دي كان كل المعلمين في الرياضيين في المدارس كلهم عساكر جيش. فكان في جنبي مدرسه ايطاليه ففيها مدرس جمباز، جمباز للاولاد، طبعا كانوا هم الجمباز دي طبعاً. لا والجمباز دي لعبه بناتي شويه. لا مش دي لعبه جميله وعاوزه رجاله. فانا ما كانش في حد بيدي، احنا كنا مجموعه الله يرحم الجميع، فما كانش عندنا ولا حاجه. فانا كنت اجي قدام المدرسه دي واعمل حاجات الغريزيه، بكسر صوره البالانس مش قدام الراجل عشان ياخدني يعلمني او اتعلم او اعمل اي حاجه. يدخلك المدرسه الايطاليه دي بقى حتى في حصه الالعاب. حصه الالعاب وبالتالي هو اتفصل لده وابتدى ينده لي اي خد يعني يبعت لي حاجات مشاوير اعملها وانا كنت طبعا صغير وشاطر يعني كان مصري ولا ايطالي رايي؟ ايطالي. ايطالي. ايطالي فكان يخليني يعمل عليا يعلم الاولاد حركات. انت النموذج يعني. النموذج. فانا اللي اتعور وانا انقل ده للاولاد حكيتي في الخالق. بابا غريب كان اسمه الخالق. وانا كنت كده حظ يعني ان انا دجانكم كان عزوني. انا كنت مهذب جدا. اياميها ولا ايه؟ اياما كان ليا بيهم علاقه. وابتدينا انا والمجموعه دي جماعه تهتم بالكره في السنه، جماعه تهتم بايه؟ ولقينا بغير اتفاق كده احنا عملنا لجنه مهمتها تمصير الالعاب دي والمطالبه. تمصير الالعاب؟ قبل تمصير العلوم وتمصير ال حاجه ما كانش فيه. خد بالك يا استاذ جسمي انه كان ثقافه هذا الزمن فقط. ايوه مقاومه الاحتلال. كل شيء والعدد ده يومي. انت الصبح بتطلع اول حاجه تعملها تقابل عسكري انجليزي، تقابل الاحتلال، تقابل الحاجات دي. فكان هنا في المكان ده كان مهم جدا وضروري انك تتسلح بمعارف ومهارات تمكنك من انك تبقى ملء العين يعني. وده اللي بدانا بيه. فانا كنت برسم بفتره كده، ابتديت الفت النظر، كنت خطي كويس يعني. وتزعمت جماعه من الشباب، ابتدينا ناسس العاب رياضيه، وبعدين ابتدينا نطالب لما عرفنا ابتدينا نطالب احزاب تعمل لنا او تسمح لنا بان المساحات الانديه وكده. ده في الاربعينات يا استاذ؟ في الاربعينات. وطبعا بعد انتهاء الحرب على طول بعد 46 يعني ابتدينا كنا نضجنا وفهمنا ابتدينا نطالب المجلس البلدي لان اهميه ان احنا بقى
وجود وأهمية حمام فنادي، وكانت الحكومة عملت مشروع عظيم جدا اللي هو مشروع الساحات الشعبية. ده مشروع كان جابه سيد بن سير عليه رحمة الله من ألمانيا، يهيئ الفرصة للناس اللي فاتهم التعليم واللي فاتهم الرياضة من أولاد الشعب يعني. عملوه في نادي السويس كده، كان ضمينا كلنا فيه. أول مرة نعرف إن الرياضة دي لها قوانين ولها علوم ولها إيه، وابتدوا يختارونا كمدربين ومنشئين ونعمل الأكاديمية. انتشرت في السويس وعمل. أمال إيه علاقتك بألعاب القوة بقى؟ أنا بقى كل ده أنا في نادي. يعني أنت لعبت جمباز في الأول، بعد كده إيه اللي دخلك؟ حديد وملاكمة ومصارعة وخناقات وخناقات ومظاهرات. كل ما طبعا كان الزمن ده كان زمن شديد الحيوية زي إنك تبقى ماشي تلاقي ماشي مع أسرتك. لا يا عسكري يا اجنبي. وكان احنا كان درس في الانجليزي ما كانش فيه وجود بالمعنى الحقيقي يعني للناس والمصريين والبلد. عم غزال، طب السويس ساعتها انت بترجع بالذاكره، احنا رجعناك بالذاكره لكام سنه. انت دلوقتي لما في نفس هذا المكان بترجع تاني للماضي، ايه يعني الرحله للماضي ولا ارتداد للحاضر؟ انت شايف السويس ازاي؟ هو خد بالك يا استاذ يوسف، احنا ما بنتصدمش مع نفسنا، كل سنه بدي عينك عمرنا ضاع لتحقيق احسن حالات. انما برضو ايه، ما تنساش ان الايام اللي انا بتكلم عنها كانت بلاد كرة صغيره يعني. وبعدين العالم الاول كنا مصر من الدنيا وما نعرفش ايه بعد من مصر يعني. لما كان نروح اسكندريه يبقى ايه؟ غرب. العالم بقى تحت رجلك دلوقتي، وبقى سهل جدا انك تعمل مقارنه وتستحدث، تجيب اي حاجه في العالم حواليك وتشوفها انت فين منها. المدينه قدرها التجارب الحرب، لان احنا 51 56 57 73 دول لغايه دلوقتي التاريخ المصري في مكانين الجنب ده، لأنه غموض شديد القتامة يعني، وإنه الناس اللي في النظام السياسي المستمر والمستمر ما هماش شجاع لدرجة إنهم يعملوا يستحضروا التاريخ أو يكلموه أو يصوبوه عشان خاطر الأجيال يعني، وبيبنى على همانة كده، وده تخيل على المثقفين، ولما يبقى المثقفين والناس اللي في مواقع قياده مش عارفين الحدوته. طب عم غزال، انت دلوقتي انت بدات يعني اول ما فتحت عينيك لقيت نفسك قدام محتل، فبتقاومه مره بالجمباز ومره بكل شيء. ودخلت في تغير العدو من من عدو انجليزي او تعدد العدو يعني، او تغير مش العدو الانجليزي وجي عدو اسرائيلي وجي عدو. انا عاوز اعرف اولا علاقتك او كيفيه المقاومه، هل اختلفت من عدو انجليزي لعدو اسرائيلي، خاصه لما كان تغيرت الاله اللي كانت في ايد العدو الاول عن الاله اللي في العدو الثاني؟ نعم تغير ليس له علاقه بالسابق يعني. الاول كان الصدام بالسلاح العالم الان بالتقدم التكنولوجي اللي كان ملكوه احنا لما احنا ما زلنا بالنادي في عز الحرب، وده ابن الخطاب يا عمر خد السر الجود دلوقتي. العدو مش محتاج يحتاج لك مكانين ولا تلزمه يعني، دي الف وسيله للانتقال. انما هي المشاعر والطموحات مالهاش دعوه بالسياسات. المقاومه مقاومه الظلم والقبح دي غريزه في الانسان، في الانسان. والناس اللي عندهم هذه الملكات يعني حب الوطن، والناس الشكوكيين اللي هم على قدر من الشكوكيه يعني، دول بيتعرفوا ببعض بسرعه يعني، يسرعوا المشاركه في اي واجب يتصوروا.